سيد الرئيس لو سمحتي لي، هذه ليست جامعة للشباب. هذا الحدث تجاوز كونه جامعة للشباب، هذا دخول سياسي. هذا رئيس الحكومة يتوجه ويقدم الحصيلة بحضور وزرائه أمام 3500 شاب. هذه ديمقراطية مباشرة. ثانيا، رسالة ثانية، علاش الدخول السياسي شعاره الشباب؟ لأن احنا حزب المستقبل، وكاين أحزاب ديال الماضي، كاين أحزاب مسجونة وساكنة في التاريخ وفي الماضي.